تفضل. أحسن الله عليك. بعض هؤلاء الذين يلبسون على العوام ويذكرون السنة ويذكرون بعض السنة يحتجون لبعض الأحاديث الصحاح التي لا تناسب العقل، ويحتجون بحديث مثل حديث موسى وملك الموت مثل حديث رضاع الكبير. فلو أن توجيه من حضراتكم أفضل طريقة لحفظ العوام من أن يقع في مثل هذه الشبهات. جميل. The brother asked that some of the people who create doubts about some of the hadith that are found in some of the books of hadith, that these hadith do not, or the intellect does not accept them. The intellect opposes these hadith. From them is the hadith of breastfeeding the one who is of age, and the hadith of Musa alayhi salam wa malak al-maut. So he mentioned this hadith, that some people reject this hadith as they do not, or the intellect does not accept it. So how do we answer them? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. أما بعد، فهذا سؤال في غاية من الأهمية، وهو سؤال يتعلق بما يتشبث به البعض من إثارة الشكوك في بعض السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما يزعمون أنها مخالفة للعقل. وقد علم عند أهل الإسلام قاطبة، عند أهل العلم قاطبة، أن السنن النبوية لا تعارض بالعقل، وأن العقل تابع للسنن وتابع للشرع وليس متبوعا، وذلك أن الشريعة لو كانت تابعة للعقل لكان اختلافا، والله عز وجل صان هذه الشريعة من الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأصل في الشريعة أنها لا تختلف، وليس فيها التعارض والتضاد، وإنما هي شريعة منزهة عن كل هذا. فإذا قضية العقل والسنن، هل العقل مقياس تقاس عليه السنن فنرد ما يخالف العقل ونقبل ما يوافق العقل؟ هذا شيء محال، وهذا شيء فظيع، هذا شيء غير مقبول، وهذا منهج خاطئ منحرف غير صحيح، ولا يمكن أن تجعل العقول حاكمة على السنن أو حاكمة على الشرع. الشرع جعل العقل تابعا لا متبوعا، وقد نص العلماء على هذا الأمر صراحة في كتبهم، ومنهم الشاطبي في كتاب الموافقات وفي كتاب الاعتصام، نص صراحة على أن العقل لو كان متبوعا والشرع تابعا لكان هذا اختلافا عظيما في الشريعة، ولما صحت الشريعة، ولما كان دين الله حقا أبدا، لأن الشريعة هي التي تحكم العقل، والشريعة لا ترجع إلى عقول الناس، الشريعة ربانية، فالله هو الذي شرعها، فهي ليست راجعة إلى العقل. لكن العقول السليمة إذا تأملت الشريعة فإن العقل السليم يوافق الشرع. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله بأن العقل السليم يوافق العقل الشرع الصريح. إذا كان العقل سليما سيوافق الشرع، إذا اختل العقل لا يوافق الشرع. فليست العقول حاكمة على الشرع أبدا، فقد تأتي بعض الشرائع بما يخالف عقول الناس، وعقول الناس ليست عقلا واحدا، هي عقول كثيرة. ولو جعلنا الأمر إلى عقول الناس لا صرنا في ملايير العقول، ملايير أو بلايين العقول أو ما أدري كم من العقول، كل واحد يدعي أن عقله هو الذي يقوم بهذا الأمر. فعقل من؟
عقل زيد أم عقل عمرو؟ عقله هذه البلد أم عقل البلد الأخرى؟ هذا مما يلبس به الناس ويدعون أن العقول هي الحاكمة وأن العقل أن الله أعطانا العقل. أعطانا الله العقل لنجيله في ملكوت السماوات والأرض ونلاحظ دلائل الخلق والتسخير ودلائل الربوبية التي تقود إلى توحيد الألوهية. هذا هو العقل. انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن العقل للنظر في ملكوت الله لا للتحكم في الشرائع، فإن الشرائع تأتي على خلاف عقول الناس. وكم من شريعة على خلاف العقل، على خلاف العقل، فهل هذه الشريعة باطلة لأن العقل لا يريدها؟ على خلاف كثير من عقول الناس، فما يسع العقل إلا أن يسلم بالشرع. جاءوا إلى حديث مثل ما تفضل الأخ بالإشارة إلى بعضها، جاءوا بأحاديث حديث فقع ملك عين الملك حديث موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاءوا بحديث رضاعة الكبير، وجاءوا بحديث استهلال المولود صارخا كل مولود يستهل صارخا إلا ما كان من عيسى بن مريم، هذا كذلك يدرجونه ويدرجون أحاديث يسمونها مخالفة للعقل. والحقيقة أن هذه الأحاديث إذا صحت فإنها ثابتة ولا مخالفة للعقل. اللهم إلى العقول التي تريد أن تكون حاكمة على الشرع ثم عقول هؤلاء. أما قضية رضاع الكبير هذه أحاديث ثابتة وصحيحة، ورضاع الكبير وارد في من كانت له حالة كتلك الحالة مولى أبي حذيفة، هذه هي التي يرجع إليها. فإذا شق الأمر في مثل هذه الحالة فهناك بحث الفقهاء، هناك بحث الفقهاء. ليس رضاع الكبير ابتداء إنما هو استثناء وفي حالة الضرورة التي جاءت في الرواية وفي الحالة. فمن قال برضاعة الكبير يلصقه ويربطه بالحالة، لا يقول به مطلقا، لم يقل أحد به مطلقا على الإطلاق. والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا العقل ما له تأثير سوى أن يخضع نفسه للشرع وأن يقول آمنا به كل من عند ربنا، لا يمكن للعقل أن يتدخل. فتنوا الناس بقضية العقل ولبسوا على بعض الشباب وبعض الصاعدين أو المبتدئين، لبسوا عليهم بقضية العقل. وكثير من المدارس العصرية التي تتسمى العقلية، وفي الحقيقة العقل ليست مدارس عقلية، هي مدارس آراء. والسلف يسمون هذا الاتجاه اتجاه الهوى، وسماهم بعض السلف كالأوزاعي سماهم الآرائيين، وهو أن يقول لك أرأيت هذا الحديث، أرأيت لو أراد النبي كذا لما لم يقل النبي كذا، وهذا يتسمون الآرائيين، يريدون رد السنن بآرائهم. والسنن إذا ثبتت أبدا. وخذ مثلا بين الصحابة نموذجا جيدا وقاعدة تنير لنا الطريق. خذ مثلا ورد في الحديث الصحيح ومن رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما. مفهوم شباب؟ نعل واحدة، أنت عندك نعلان رجلان، كم للإنسان من رجل وكم له من نعل؟ نعلان. فالحديث يقول لا ينبغي للإنسان أن يمشي بنعل واحدة ويحفي الرجل الأخرى، الإحفاء. هكذا جاء الحديث وهو ثابت صحيح.
عائشة رضي الله عنها وأرضاها صحابية فقيهة عالمة صديقة ابنة الصديق، أبوها صحابي وجدها صحابي وأمها صحابية وإخوانها صحابة، بيت صديقي مبارك إيمانا بالله عز وجل وسابقة في الإسلام. فهي استشكلت الحديث وقالت لا أخشن أبا هريرة. وما استساغت الحديث وقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما انقطع شسع. شفت العربية كيفية؟ صعبة؟ ما صعبة، سهلة، جميلة العربية، حلوة مثل العسل، لوميل، هونينغ، تقول بالإنجليزي هونينغ، حتى بالهولندي هونينغ. حلوة. الشسع عليه، الشسع هو الخيط السير الذي يربط به الحذاء، الشسع. قالت ربما انقطع شسع نعل النبي، وفهمت رضي الله عنها أنه لا مانع أن يمشي في نعل واحدة. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ المالكي الكبير المحدث الأثري رحمه الله وطيب ثراه، قال إن السنن إذا ثبتت لا ترد بالعقل، وقد قبل الناس حديث أبي هريرة وجابر ولم يردوهما، فثبت أن السنن لا ترد بالعقل، فإذا ثبتت فقد ثبتت. فكم من شيء يأتي على خلاف عقل الإنسان، فما يسعك إلا أن تسلم، آمنا به كل من عند ربنا. قضية العقل والسنة كثير، وبعض المؤلفين المعاصرين ذهبوا هذا المذهب مع الأسف من المسلمين المؤلفين، وينشرون منهج رد السنن بالعقل، وكل واحد يأتي ويقول عقله هو المفلح وعقله هو الميزان، هو الميزان، فيرد السنن هكذا، يقول العقل لا يوافق هذا. عقلك من يا رجل يا إنسان يا قاصر؟ الإنسان مهما أوتي فهو قاصر، فلما أنت ترد السنن بعد ثبوتها؟ كم السنن تأتي على خلاف العقل. وقد مثل العلماء بالمسح على الخفين من ظاهرهما، وأنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح من الباطن أولى، لأنه يتعرض للغبار والتراب والوساخة، وأنت مأمور أن تمسح من فوق الخف. فهذا من الأمثلة التي أوردوها، وأن الأمر ليس بالعقل. وهكذا في مناظرة سعيد بن المسيب المخزومي رحمه الله من أكابر التابعين مع ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، لما قال سعيد بن المسيب، قال له ربيعة لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ دية المرأة كم في أصبعها الأصبع الواحدة؟ قال: 10 من الإبل. قال: كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قال: كم في 3 من الأصابع؟ قال: 30 من الإبل. قال: كم في 4 من الأصابع؟ قال: 20 من الإبل. 1 10، 2 20، 3 30، 4 20. فكر وقدر. يعني العقل يقول لما وصلنا إلى 4 أصابع كم تصير؟ 40. الله يفتح عليك، 40 نزلت إلى 20. قال ربيع الرأي، ربيعة الرأي لسعيد بن المسيب، قال: لما اشتد أو عظم جرحها واشتد
اشتدت مصيبتها نقص عقلها. العقل المقصود به الدية، العقل هو الدية يسمى العقل. قال له المرأة قطع لها 4 من الأصابع وعد اشتدت مصيبتها وعظم خطبها ونقصت قيمة ديتها إلى 20. فقال له ابن المسيب هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. هذا فيه بحث لا أريد الإطالة فيه في أبواب الديات، لكن هذا نموذج من النماذج. فالشاهد أن الأمر يأتي على خلاف العقل، كثير من الشرع تأتي على خلاف العقل، العقل القاصر، لكن الشرع الصحيح يوافقه العقل السليم. فإذا نظر العقل السليم إلى الشرع وجده تماما ويوافقه. فما يتضرع الناس ولا يتوسلون إلى رد السنن ويجعلون العقل ذريعة لرد السنن. فالعقول يجب أن تصان عن التخليط، فالعقل لا ينبغي أن يخلط، فالتخليط يصان عنه العقلاء، عقلاء الناس يصونون أنفسهم عن التخليط في مثل هذه المسائل. فالعقل تابع وليس متبوعا. وكم من الأمثلة، وراجع في كتاب الموافقات للشاطبي فصلا كاملا حول العقل والشرع، في كتاب الموافقات للشاطبي تجد كلام العلماء وقواعد العلماء التي يتعلمها المسلم ليكون محصنا بالعلم، لكي لا يغرر به هؤلاء الذين يقولون العقل. وأصبح الناس في كل المجالس العقل، يا أخي هذا الحديث لا يوافقه العقل، يا أخي حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فاغمسوه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء وإنه يقدم جناح الداء، قال هذا لا يوافق العقل، وأخذوا يردون السنن هكذا الثابتة الصحيحة. فهو ضرب من الهوى في الحقيقة، وضرب من الاغترار بالعقل، ضرب من الاغترار بالعقل. فالعقل إذا صفى واكتمل سيكون موافقا للشرع وليس مخالفا له أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. The brother had asked about some of the hadith that some people reject, saying that the intellect does not accept them, such as the hadith of breastfeeding the old person, or the hadith in which Musa alayhi salam poked out the eye of the angel of death. So the Shaykh Hafizullah, he answered this question by saying that this is a very important question. And he said that the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the ahadith, are not to be rejected by intellect. Rather, the intellect is something that follows and is not to be followed. The intellect is a tabi' and is not matbu. The intellect is something that follows. It follows the sharia, it follows the sunnah, and it is not to be followed. He says that Allah tabarak wa ta'ala has protected the sharia, the Islamic legislation, from all types of contradictions. And if it was left to the intellect, there will be found much contradictions in the sharia. And there is no way that the intellect, the aqal, can be made something that presides over the sharia. If such was the case, whose aqal, whose intellect should we refer to? My intellect, your intellect, or so and so's intellect? There's billions of people on this earth. Whose intellect is the one that is better than the other? Allah tabarak wa ta'ala has blessed us with this intellect so that we ponder upon His signs, the signs of Allah tabarak wa ta'ala that are present in this creation, the signs of His rububiyyah that give proof to His uluhiyyah. Allah tabarak wa ta'ala is the sole creator. His creation gives proof that He is the one who is worthy of being worshipped alone. Allah tabarak wa ta'ala has given us aqal to ponder upon these signs, not to make the intellect something that overrides the sharia. He says that, for example, the hadith of breastfeeding the old person. He said this was in a specific case,
for Mawla Abi Hudhayfa in which the Sharia allowed for this old person to be breastfed. But it is not something that is to be done all the time, but it is specific for this reason. He says that there are various schools of thought that give precedence to the intellect over the proofs. That give precedence to the intellect over the proofs, and in reality they should be called schools of falling personal desires. They should not be called schools of intellectual schools, rather they should be called schools of falling personal desires. Imam Al-Awza'i rahimahullah called them madaris ara'iyya, that they are not madaris aqliyya, intellectual schools of thought, rather they are schools that follow personal desires. He mentions a hadith of Abu Huraira and Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma that Imam Muslim narrated in his Sahih, in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says that no one of you should walk with one foot barefooted and on one foot there being a slipper or a shoe, one foot covered and one foot barefooted. Rather, he should walk barefooted or he should walk with shoes or slippers on. So this hadith, Aisha Ummul Mumineen radiallahu anha, it was hard upon her to understand this hadith, that what is the reasoning that a person either should walk barefooted or should not walk without, should walk barefooted or should walk with shoes. He should not wear a shoe on one feet and be barefooted on the other. So the ulama mentioned that she might have saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that a lace had fallen out from his shoe, so she thought that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam yani used to wear yani or walk one foot barefooted and one foot with a shoe on, because the lace had fallen off. He also mentions the hadith of wiping over the khuf, over the socks for wudu, that if it was left to the intellect, one should wipe the bottom of the socks and not the top of it. We have been ordered to wipe the top of the socks in wudu and not the bottom of it, because the bottom is the one that touches the ground in which there are impurities. So if it was left to the intellect, one would wipe the bottom and not the top of the socks. He also mentions that from the great imams of the Salaf, Imam Rabi'atul Rai, rahimahullah, he came to Imam Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, from the imams of the Tabi'een. And he asked him that if one were to break the finger of a female, then how much is his punishment? So he said, for breaking one finger, one has to pay 10 camels as diya, 10 camels as blood money. Then he asked him for two fingers, he said he has to pay 20 camels as blood money. Then he asked him if he somewhere were to break three fingers, he said he has to pay 30 camels as blood money. Then he asked him if he were to break four fingers, he said he has to pay 20 camels. He has to pay 20 camels as blood money. He was surprised and said, for one finger, 10 camels, for two fingers, 20 camels, for three fingers, 30 camels, for four fingers, it should be 40 camels. But he answered by saying, there are 20 camels. So when he said this, Imam Sa'id ibn al-Musayyib said, hiya sunnatu yabna akhi, that this is the sunnah, this is what the Prophet ﷺ has ordained, O son of my brother. So such was the way of the Salaf in following the Sunnah and leaving off their intellect in these matters. And if one desires to read more on this topic, then he should refer to the book of Al-Muwafaqat lil-Imam al-Shatibi, of Imam al-Shatibi, in which he has discussed this topic in detail. Now, what was the methodology of Sahaba in preserving this Sunnah, especially after the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam and in the second part of the Khilafah of Uthman radiallahu anhu, when the fitna was rising? So what was the methodology of Sahaba in preserving the Sunnah?
يسأل الأخ عن منهج الصحابة في حفظ السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عند وقوع فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، منهج الصحابة في حفظ السنة هو ما تقدمت الإشارة إليه في البداية، وهو أنهم حفظوا هذه السنن وتناقلوها فيما بينهم وعملوا بها، وكانوا شغوفين باتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، معظمين له ولسننه وأقواله، ومعظمين لأفعاله وتقريراته وسائر ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام. فحفظوا السنن وكانوا مؤتمنين عليها، وكانوا خير المؤتمنين على هذه السنن، والكذب في حقهم غير ممكن كما تقدم، فهم عدول لا يكذبون، فهم أمناء على السنن، وهم نقلة الشريعة. أما منهجهم عند ما وقع من الفتنة بين علي وعثمان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما، أو بين علي وغيره، أو في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، كل ذلك لم يختلف فيه شيء من رواية السنة، فما رووه قبل الفتنة هو الذي رووه في وسط الفتنة، وهو الذي رووه بعد الفتنة. لم تتغير أحوال الصحابة في رواية الأحاديث لأنهم مؤتمنون عليها، فلم يبدلوا ولم يغيروا، ولم تجد أن أحدا منهم احتج لصالحه في بسنة تؤيده أو تؤيد اختياره أو مذهبه أو قناعته، لم يحصل شيء من ذلك البتة. فلم يكن لهم شيء من التأثر بما وقع من الفتنة فيما يخص الرواية، رواية الأحاديث، لم يحصل شيء من التأثر في هذا الباب. بل إن الصحابة لأمانتهم عند وقوع الفتن يظهرون أحاديث الفتن وينشرون أحاديث الفتن، ويحذر بعضهم بعضا من الفتن، ويتواصون بهذه الأحاديث. وإذا تبين حديث من الأحاديث في الفتن فيروونه لأجل أن يطفئوا الفتنة التي قامت بينهم. وأذكر في ذلك ما حصل في من الخلاف بين بعد مقتل علي رضي الله عنه وتولي معاوية الخلافة، وكان الأمر بين علي وبين الحسن، بين معاوية وبين الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. وهناك ظهر حديث صحيح تناقله الصحابة فيما بينهم وذكروا به، وعرفه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهي من النبوءة أو من دلائل نبوته، بما سيكون في آخر الزمان أو بما سيكون فيما بعده، وأن الله أصلح بين المسلمين بتنازل الحسن بن علي للخلافة لمعاوية، عن الخلافة لمعاوية. وكان الحسن رضي الله عنهما كان مستجيبا لهذا الحديث، عاملا به، وانتشر الحديث بين الصحابة، وانتشر الحديث بين الصحابة، فلم يتأثروا في رواية السنة بوقوع الأحداث، الحديث موجود رووه. وهكذا حصل أيضا في أصل الفتنة الواقعة بين علي ومعاوية، وهي فتنة عظيمة، فإنه ظهر حديث صحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ويح عمار، أو ويحكم، ستقتل الفئة الباغية،
أو عمار ستقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ستقتل عمارا الفئة الباغية. هذا الحديث ظهر وانتشر بين الصحابة وعرفوه، وذلك أنه يحدد الموقف في الفتنة ويحدد الطرفين المتقاتلين، وأن الفئة الباغية هي التي قتلت عمار بن ياسر، ياسر إذن الحديث ثابت في الصحيح وحدد من هي الفئة الباغية وعرف الصحابة هذا الأمر، لكن خفي الحديث عن بعض الصحابة، خفي عنهم هذا الحديث ولم يكن في علم الصحابة جميعا، لأن السنن قد تكون في علمهم جميعا أو في علم أكثرهم أو في علم بعضهم أو في علم قلة منهم، هذا واقع الرواية هكذا. فالحديث ظهر في وقته وتداوله الصحابة وعرفوا ما فيه، عرفوا ما فيه، فإذا لا أثر للخلافات والفتن التي وقعت بين الصحابة في رواية الأحاديث، بقيت الأحاديث مروية، لأن الفتنة لا تدفع الصحابي إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدفعه إلى كتمان العلم، وهم يعلمون أن كتمان العلم لا يجوز، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فهم لا يكتمون العلم ويصرحون بما تعلموا. فإذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا هو. إذن ما في أثر يعني، تفضل. أحسن الله إليكم. The brother asked regarding the methodology of the Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in in preserving the Sunnah after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially during some of the trials and tribulations that occurred after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, such as the murder of Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. The Shaykh Hafizullah answered this question by saying that the Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in their methodology did not change with the various events and events that occurred after the death of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. They were upon the same methodology upon which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam left them, which is that they memorized the Sunnah and then they spread it amongst them and they acted upon them and they held it in high great regard. And they were the ones who were safeguards of the Sunnah. And they are all trustworthy who do not lie. And they're the ones who have narrated Islam and the Sharia to us. He says that some of the events that occurred after the death of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, such as the murder of Uthman ibn Affan radiallahu anhu, or some of the matters that occurred between Ali and Muawiyah radiallahu anhuma, In these trials and tribulations, the Sahaba did not change this methodology and they were not affected by these fitan. And none of them even thought of changing their methodology in order to aid one group or the other. Rather, the Sahaba, if they knew of a hadith regarding this fitna, they would narrate it as they had heard it from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam without changing a single letter in it. He said that during the matters that occurred after the murder of Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, when there was a disagreement between Muawiyah radiallahu anhu and Hassan ibn Ali radiallahu anhuma, they found a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in which he said that this son of mine, Al-Hasan ibn Ali, this who was his grandson, this son of mine is a leader of the believers.
Allah تبارك وتعالى will reconcile by way of them between two great different factions amongst the Muslims. This was from the proofs of his prophethood about that which is to come. The Prophet ﷺ informed the Sahaba of this hadith in his life. So when this event occurred, they narrated this hadith as it is, without changing it or without siding with one group or the other. And Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhuma himself accepted this hadith and he left the Khilafah for the Caliphate for Muawiyah bin Abi Sufyan radiallahu anhuma, by way of which two differing factions of the Muslims united as one. So he said that the methodology of the Sahaba was the same as it was before the death of the Prophet ﷺ, and after his death, they did not let any of such events and occurrences affect their methodology. Naam, sure. عن الكتابة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال كنت أكتب كل ما أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش إلى أن ذكر فقال أنه توقف ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج عن هذا إلا حقا وأشار إلى لسانه. صحيح. هي هذه الأحاديث كلها موجودة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في النهي عن الكتاب، وحديث عبد الله بن عمر بن العاص بتمامه وتفاصيله كلها موجودة. فالأصل هو حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان مؤقتا أو كان لفترة معينة ولمصلحة قائمة في وقتها. هذا لا يعني أنه لم يوجد أحد ربما كتب بعض الأشياء، فلم تكن الكتابة منتشرة كثيرا، وإنما كان بعضهم ربما يكتب. فالذي يذكره أهل العلم يقولون إن النهي قائم، وبعض الصحابة ربما كتب، وما كتبه هؤلاء الصحابة لم يخالف الأصل، لأن الأصل هو أن لا يكتب الجميع وأن لا تنتشر كتابة الحديث بحيث تختلط مع معرفة القرآن، وأن القرآن ينزل. فأكثر علة أو أوضح علة وأبرز علة يذكرونها هي هذه، خشية الاختلاط بالقرآن. فمع وجود النهي وجود هذه الأفراد التي لا تؤثر في النهي ولا تؤثر في ما كان سائدا في الأول أو في البداية من أنهم لا يكتبون. ثم بعد ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أو أذن لهم في الكتابة وقال بلغوا عني وأذن لهم، فبدأ الأمر يتسع شيئا فشيئا. فما يظهر أنه فيه أما قوله عليه الصلاة والسلام أكتب فهو الذي بنفسي بيده ما خرج أو ما نطق إلا بحق، فلا شك أن هذا له سياق، إذ أن هذا الأسلوب النبوي معهود في بابه. فكلما الناس شكوا أو الناس ترددوا أو الناس تراجعوا يقول عليه الصلاة والسلام أكتب. ولذلك لما قال القائل لا تكتبوا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في حالة الغضب ويتكلم في حالة الرضا، فلما تكتبون؟ فيكون الجواب النبوي من هذا القبيل، فهو مقيد بحالة معينة، أنك لو كتبت فلن تكتب إلا حقا، لأن الله عز وجل سدده وعصمه فلا ينطق ولا يتكلم إلا بحق. أحسن الله إليكم. The Sheikh asked regarding the hadith that the Sheikh Hafizullah mentioned in the previous lecture, in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam forbade writing the hadith, and he ordered anyone who had wrote hadith to erase it. And there's another hadith in which Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma says that I used to write everything I heard from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, from his ahadith. So the Quraysh, they forbade me. So I went to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and informed him. So he said that write
For verily everything that comes from my mouth is the truth. For verily everything that I say is nothing but the truth. So the Sheikh asked, how do we reconcile or make jump between this ahadith in which the Prophet ﷺ forbid writing and in which he orders Abdullah ibn Amr ibn al-As to write everything that comes from his mouth. So the Shaykh Hafizullah, he said that the hadith of Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, in which the Prophet ﷺ forbid writing the hadith, it was for a specific time frame and for a specific reason that he mentioned in the previous lecture, that it was at the advent of Islam, and the reason was that so that the Quran is not mixed with other than it. So this was the reason that the Prophet ﷺ forbid writing the hadith for this specific time frame. And some of the Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, who even wrote at that time, then it does not mean that it has no effect on the Prophet ﷺ forbidding writing the hadith. Some of the Sahaba who wrote that even at that time, it does not oppose the general ruling of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in forbidding writing the hadith. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam later on allowed or gave permission to the Sahaba to write the hadith, then there's no problem in accepting this hadith that Abdullah ibn Amr ibn al-As used to write everything that he heard from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He also mentioned when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said this, that nothing comes from my mouth except that it is a truth. It is in response to a specific circumstance. If someone had a doubt or someone was unsure, the Prophet ﷺ would answer him with this, that nothing comes from my mouth or everything that I say is the truth. Naam. Naam. Obviously, preserving and memorizing the Sunnah and Hadith is very important. But a lot of Muslims, especially here, they haven't, they don't learn the basics of Islam. So if you make them read Hadith, they apply it incorrectly or they misunderstand it, or some of them reject it. So what are the necessary books or mutawwaq that someone should read and understand before memorizing Hadith? أن المسلمين في هذا البلد يعني يسعدهم الجهل، فإذا ألزمناهم بحفظ الأحاديث قد يؤولون هذه الأحاديث أو يفهمونها على فهمهم الخاطئ. ف يعني بأي حديث نبدأ أو أي كتب نبدأ حتى يصل إلى مرتبة كي لا يؤولون أو يفهمون هذه الأحاديث بالخطأ. نعم، إذا حفظنا الأحاديث وفق منهج معين علمي وعرفنا معنى هذه الأحاديث وعرفنا فقهها، سوف لا نخاف من التأويل ولا نخاف من التفسيرات الزائغة المنحرفة، فإننا سنتعلم الحديث بمعناه الحقيقي الصحيح. وما من حديث يخفى علينا معناه نراجع كلام العلماء فيه، حتى نحن في تخصص الشريعة إذا درسنا قرأنا حديثا لم نفهمه نرجع إلى كلام العلماء لنفهم الحديث، فما من أحد إلا هو بحاجة إلى فهم الحديث. لا نريد أن نحفظ أحاديث بدون فهم أبدا، نريد حفظ أحاديث مع الفهم. وبأي الأحاديث نبدأ؟ نبدأ بالأحاديث التي يسميها العلماء الأحاديث الجوامع، والتي ورد في الحديث ذكرها باسم جوامع الكلم، جوامع الكلم، وهي الكلمات القليلات بالمعاني الكثيرات، المعنى الكثير في جمل قليلة قصيرة. نبدأ بهذه الجوامع الكلم، ونبدأ بالأحاديث التي هي أصول في بابها، في أبواب الأحكام وأبواب المعاملات، نبدأ في أبواب الأطعمة أبواب الأشربة، نختار، والناس قد اختاروا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي والجمع لأبي بكر الحميدي، وكلاهما أندلسي، جمعوا الأحاديث التي في الصحيحين. ف
فلا بد من فهم الأحاديث، وبهذا لا نخاف على أنفسنا ولا على من حولنا من إخواننا إذا فهمنا الأحاديث فهما صحيحا. أما التأويل إذا خشينا عليهم على الأحاديث من التأويل، حتى القرآن سوف يؤولون، حتى القرآن سوف يؤولون. إذن مع فهم المعنى لا خوف من التأويل، لا نخاف من التأويل أبدا. أحسن الله إليكم. The brother asked that due to the situation in this country of people not being well versed in Islamic sciences, if we were to ask the people to memorize ahadith, they might understand them in a way that opposes the meaning of the hadith. They might interpret the hadith in a way that is against the true meaning of the hadith. So how do we prevent this from happening, and what are the ahadith that we should start with memorizing? So the Shaykh Hafizullah, he stated that we do not call just for memorization alone. Rather, it is necessary along with memorization to understand this ahadith. That ahadith should be memorized along with understanding. And how do we understand this ahadith? By returning to the statements of the scholars about this hadith. So this is the proper methodology, that we want memorization along with understanding. And he said that if we memorize along with understanding, then we do not fear. We should not fear from false interpretations and the situation that the brother mentioned. And if we were to enter into this topic, then the Quran also could be misinterpreted. The people who memorize the Quran, they can also misinterpret it. But the Quran also should be memorized along with this proper understanding. And if it is done in such a way, then we do not fear for the person. As regarding the books that or the hadith that one should start with, the Shaykh Hafizullah mentioned that he should start with the hadith that are called Jawami al-Kalim. The Jawami al-Kalim. These are hadith that are very small in words. The wordings of these ahadith are very little, but they contain a lot of meaning. So a person should start with memorizing these ahadith. Also, he should memorize the most important ahadith, the foundational ahadith in every subject, in every subject related to the religion. So he said that we do not call just for memorizing of ahadith, rather it should be accompanied with understanding. نعم. هل السنة ما يغطي هل السنة النفس ما يغطي الرأس أو الشعر؟ الأخ يسأل هل تغطية الرأس للرجل هل هي من السنة أم لا؟ تغطية الرأس ليست واجبة للرجل، ليست واجبة، وهي من خصال المروءة التي تتعلق بأصحاب الهيئات كالعلماء والقضاة، فهؤلاء يتأكد أمر تغطية الرأس في حقهم. أما عامة الناس فتغطية الرأس في حقهم لا يتحتم ولا يتأكد وليس مؤكدا، فلا يوجد دليل على وجوب تغطية الرأس، لا يوجد دليل على وجوب تغطية الرأس أبدا. ولو استذكرنا ما ورد في السنة لوجدنا شيئا من ذلك مما يتعلق بأمر تغطية الرأس، فلا ليس واجبا، التغطية ليست واجبة، لكنها من الهيئات. وقد تكون تغطية الرأس خاضعة لشيء تسمى المروءة، والمروءة ليست هي العدالة. المروءة ترجع إلى محاسن الأخلاق، وترجع إلى ما اعتاده أهل بلاد من بعض العادات الحسنة. فلعلك لو دخلت في بيئة لا يرون تعرية الرأس أو كشف الرأس مقبولا لعلك تذم، يقال هذا ذهب حاسر الرأس، هي عادة فقط.
ترجع إلى المروءة، لأن المروءة تعريفها عند أهل العلم ترجع إلى محاسن الأخلاق وعادات الناس المستحسنة، يعني الأكل والشراب في الطريق، أكل الصحابة وشربوا في الطريق كما يقول ابن عمر، كنا نأكل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، يقول ابن عمر رضي الله عنهما. لكن لو أكلت في الطريق في بعض البيئات سيقول لك هذا يعني يخالف المروءة، يخالف المروءة. قالوا فالمروءة لا ترجع إلى ضابط محدد، تختلف باختلاف البلاد، وهكذا قضية تغطية الرأس حتى هي ترجع. وأصحاب الهيئات والمنسوبون إلى العلم ينبغي لهم أن يحافظوا على الآداب، فأي من الآداب. نعم. نعم. The brother asked regarding the ruling of covering the head for the men, covering the head with a kufi or something else for the men. So the Shaykh Hafizullah, he answered that there is no proof that covering the head for the men is obligatory. There's no proof that covering the head for the man is obligatory. Rather, this is something that returns to the muru'ah, and meaning the proper etiquette that a Muslim should adhere to. And this etiquette changes from country to country. In one country, this could be considered proper etiquette, in another country, it is not. So he said that the people of knowledge, such as the ulama, a'imma, etc., it is befitting that they cover their heads. But this is from proper etiquette. And he gave another example, which is eating and drinking while one is walking or moving around. He said that Ibn Umar radiallahu anhuma mentions that we used to eat and drink and we used to walk around while the Prophet ﷺ was alive. But he said that in some societies or some countries, if a person were to eat and drink and move around while he's traveling, walking, it might be looked down upon. It might be looked down upon. So he said this returns to the muru'a, proper etiquette, that can differ from place to place. This can differ from place to place. So he said that covering the head for a man is not obligatory, there's no proof for it, but it returns to the etiquette of that country. Now, أذن 8 دقائق مرت على الأذان. 8 دقائق. أذن فيما بعد. يعني. طيب. نأخذ بعد الأسئلة. طيب. تفضل. نعم. First question is, in daily sunnah that the Shaykh recommends to put barakah in our time. The brothers might agree with me here that we find sometimes there's lack of barakah in our time here, especially for Islamic studies, Arabic, Quran. So the first question is, daily sunnah that the Shaykh recommends for to put barakah in our time. And the second part of the second question is basically, it's just general advice for the community, how to make the da'wah, sunnah, the community here strong, which mutum may be, especially when it comes to etiquette of Talib and approaching knowledge, that he recommends those possible things that can give us the that power that you need. Jazakum khair. الأخ يسأل عن السنن التي ينبغي المحافظة عليها لمن هم في هذه البلاد وعندهم يعني ضيق في الوقت وهم منشغلين بدنياهم. ثانيا يسأل عن نصيحتكم في طلب العلم، يعني يبدأ بأي متون والكتب ويحافظ على أي. أما الأمر الأول وهو ما هي السنة التي يحافظ عليها أو ينبغي أن يحافظ عليها الذين يعيشون في هذا البلد، يقول مع ضيق الوقت وكثرة الأعمال وانشغال الناس السنن هي منقسمة إلى سنن مستحبة وإلى سنن مؤكدة.
وإلى رواتب، توجد أقسام من السنن. السنن الراتبة هي التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل الظهر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه رواتب. المحافظة عليها فيه فضل كبير، وكان عليه الصوم يحافظ عليها ويتركها في سفره ويحافظ عليها في الحضر في الإقامة. فإذا توفق الإنسان لها فبها ونعمة، وإذا لم يوفق الإنسان لكثرة أعماله فلا شيء عليه، لكن ينصح بأن يحافظ عليها. هذه الرواتب. أما المستحبات فهي مطلق السنن، أما المؤكدة فيجب الحفاظ عليها قولا واحدا، فهي ليست واجبات ولكنها مؤكدة، ولا يجمل بالإنسان أن يتركها، وهي سنة الوتر المؤكدة وسنة الفجر التي تسمى رغيبة الفجر المؤكدة، وقد جاء تأكيدها في الأحاديث النبوية، فهي أكثر من تلك السنن المستحبة المطلقة. هذه السنن مؤكدة، لا ينبغي التساهل فيها ولا الاستهانة بها. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل يترك الوتر فقال هذا رجل سوء، هذا رجل سوء يترك الوتر. فلا ينبغي الاستهانة بالسنن المؤكدة. والمستحبة من وفق لشيء فقد وفق، الأهم هو أن يحافظ المسلم على 5 صلوات في أوقاتها، حتى لا نخلط فنضيع الأصل والفرع. الأصل هو الصلوات 5، والسنة المؤكدة بعدها ينبغي المحافظة عليها. الرواتب جيد أن تحافظ عليها، هي الأخرى أيضا. السنة المطلقة إن وفقت، إن وجدت سعة، إن وجدت نشاطا، فيتقبل الله هذه السنن. السؤال الثاني بخصوص طلب العلم، طلب العلم وماذا يبدأ، بأي الكتب يبدأ، والمتون التي، المتون كثيرة، والمنهج الذي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ به أن يبدأ بالمتون الصغيرة. قضية المنهج سهل، ينبغي الحرص والاجتهاد والحضور وتفريغ الوقت للعلم، لطلب العلم، هذا هو. أما بأي منهج بدأت سوف إن شاء الله تصل. صحيح أن بعض المناهج أحسن من بعض، لكن لو بدأت بأي شيء بدأت من المناهج الخفيفة اليسيرة التي تليق بالمبتدئين فإنك سوف تصل إذا قدر الله لك أن تنال هذا العلم، فتمشي في الطريق وتصل بإذن الله. المهم هو الاجتهاد والعمل والدأب والمواصلة وعدم التكاسل، عدم التكاسل. الإنسان لا ينبغي أن يتكاسل، وقد قال السلف قديما لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يمكن أن تصل إلى العلم وجسمك مستريح، لا بد من التعب. فهذا سهر، والبصر يتعب والجسم يتعب من كثرة فتح الكتب والمطالعة والذهن والحفظ والانشغال بالحفظ، هذا كله يتطلب جهد لابد. فمن دأب وواصل واجتهد وحسن نيته في طلب العلم فعسى أن يؤتيه الله مطلوبه من العلم. فلابد من تحسين النية أولا ثم الاجتهاد. والذي يقع للطلب اليوم هو عدم الاجتهاد الذي لاحظت، مش مشكلة مناهج. ولذلك رأيتني لا أركز على المنهج، بأي منهج بدأت سوف إن شاء الله تصل. صحيح بعض المناهج أحسن من بعض وأسهل وأيسر وأنفع، لكن الذي يبدو هو الكسل هو الذي خيم على الطلبة. فمثل طالب يريد طلب العلم يقول أنا أريد أن أهدف في طلب العلم، وهو في بلده لم يحصل العلم وقال سأسافر، ثم قلت له ابدأ بما ببلدك، قال أريد أن أسافر وأريد ثمن تذكرة الطائرة،
وأريد ثمن لأشتري حاسوب. وعجيب من البداية حاسوب، يعني أنت ابن الحاسوب، أنت ابن زمن الحاسوب، يريد الكمبيوتر البيسي، يريده من البداية. قلت له أنت ما تريد طلب العلم، أراك يعني كسولا، أنت كسول فقط. أما لو برهنت في بلدك وبدأت بمن حولك من أهل العلم وحصلت القليل من هنا والقليل من هنا، ثم جئت وقلت أريد أرتفع درجة فوق هذه الدرجة وأرتقي، نقول لك معك حق. أما وأنت في البداية ما قدمت شيئا ولا عملت شيئا، وتريد الحاسوب وتذكرة الطائرة وتريد أن تسافر وتريد، أنت تحسب أن هذه الأمور هي التي تعطي العلم؟ لقد طلب الناس العلم بشرف العيش، بشرف العيش طلبوا العلم وما عندهم شيء، وبلغوا مراتب العلم والعلماء. فالذي يبدو أننا نحتاج إلى اجتهاد وإلى ترك الكسل. كأن الأخ لا يعني لا يقيس سؤاله بسنن الصلاح عموما، الأعمال الصالحة السنن التي ينبغي الاحتفاظ عليها أو يقدمها الذي يريد غلب عليه، يعني أعمال الخير. يعني السنن في الصلاة والسنن في شيء آخر، يعني في الصيام، يعني مثلا في الصيام يحرص على الصيام، سنن الصيام مثلا الأيام المستحبة، أيام البيض والاثنين والخميس، والصيام عاشوراء وتاسوعاء أو عاشوراء وحادي عشر، والصيام يوم عرفة والأيام الفاضلة، هذه يعني يحاول الإنسان أن يفعل. نعم أحسن الله إليكم. The brother asked regarding the acts that a Muslim should be keen about for the one who busy with his worldly life and he does not have much time for other than it. And he also asked what is the proper methodology of seeking knowledge and what are the books that one should begin with. So the Shaykh said that if we look at the salah, the prayer, then the first thing is that one should preserve his five obligatory prayers. And that is the first thing a Muslim should do. He should preserve his his five obligatory prayers. Then he said the sunan of the prayer, they are divided in three categories. They are those sunan that are called muakkada, that are highly recommended. And a Muslim should try his best not to leave them off. And these are two sunan of the prayer that are muakkada, which is witr, the witr prayer, and the two sunan rakaat of fajr, the two rakaat that are prayed before fajr. So he said a Muslim should try and be keen to not leave them off. The second category of the sunan is the sunan that are called ratiba, the rawatib, which are the sunan that are performed before or after the obligatory prayers. The one that is performed before Dhuhr and after Maghrib, after Isha. So he said this also a Muslim should try to safeguard them if he's able to. And the last are the sunan that are called mustahabba. They are mustahabba and they are other than these sunan, or such as the prayer of Duha or other prayers. So he said one should start and give priority to that which is important. So one should start with the obligatory prayers and then the muakkadat, then the rawatib, and then the mustahabbat according to his ability. Regarding seeking the knowledge, the methodology of seeking knowledge and which books to start from, the Shaykh said the most important thing in seeking knowledge is to be keen, is to strive hard, to be keen, and to dedicate yourself to it. As far as the books and the various curriculums, then he said that, of course, one should select the books that are for beginners, that
are with for his level, but he does not give much importance to syllabus. He said, whatever syllabus you follow, you will reach, inshallah, what you aim for. But the most important thing is that one should be keen and he should strive hard in seeking knowledge. He mentioned the statement of Imam Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, that Imam Muslim mentioned in his book, As-Sahih, that لا يستطاع العلم براحة الجسد, that knowledge cannot be gained with ease. Knowledge can only be gained for the one who strives for it. So one will become tired in seeking knowledge, his body will ache, his eyes will ache, his tongue will ache from memorization, from repetition. And this is the way one attains knowledge. Knowledge cannot be attained with ease. So he said the one who strives and corrects his intention, he will reach what he aims for, regardless of the syllabus and the books that he follows, their various syllabuses. But the most important thing is that one strives and is not lazy in seeking knowledge. Naam. Naam. I had a question that have any of the scholars of the ulama of the Sunnah, have they ever questioned the authenticity of a hadith or its strength based on its content or matan? يسأل الأخ هل أحد من علماء أهل السنة والجماعة شكك في حديث من أجل مضمونه؟ لا أبدا, لا يوجد أحد من أهل السنة والجماعة شكك في مضمون حديث بعد ثبوته. فإذا ثبت الحديث فإنهم يذهبون إليه ويقولون بمعناه وبمضمونه وينتفعون بما فيه من العلم والعمل, ولا يوجد في أهل السنة من يشكك في حديث بعد ثبوته أبدا. بل أهل السنة والجماعة هم من أكثر الناس عداء للمناهج المنحرفة عن السنة والتي تجعل العقل حاكما على السنة أو تشكك في مضمون الحديث بغير حجة. لا يوجد في أهل السنة من يفعل ذلك, بل هم يحاربون الفرق الأخرى التي تعرض بالسنن الصحيحة وتشكك في مضمون هذا الحديث أبدا. إنما أهل السنة حكموا على أحاديث بأنها مكذوبة لأن مضمونها كان مضمونا مخالفا للشرع, وكانت أسانيدها مكذوبة أو أسانيدها فيها وضاعون كذابون فشككوا فيها. وتوجد منهجية لأهل العلم حكموا على أحاديث من غير نظر في الأسانيد, حكموا على مضمون حديث بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن ينظروا إلى طريقة الوصول أو السند أو من خرج الحديث, وهي طريقة يسلكها الراسخون في علم السنن الذين اختلطت السنن بلحمهم ودمهم وأصبحوا يعرفون ما يقوله النبي وما لا يقوله النبي, فأصبحت لهم دربة وخبرة طويلة بممارسة السنن فيعرفون ما يقوله النبي وما لا يقوله النبي. قالوا فإذا سمعتم الرجل يقول لا تأكلوا لا تشربوا الماء على الريق فإنه يعقد الشحم فاعلموا أنه كذاب. إذا سمعتم الرجل يقول إن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشربوا الماء على الريق فإنه يعقد الشحم فاعلموا أنه كذاب. وإذا سمعتمه يقول لا تأكلوا القرع حتى تذبحوه فاعلموا أنه كذاب. وإذا سمعتمه يقول كلوا العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا فاعلموا أنه كذاب. وإذا سمعتمه يقول ثلاثة تزيد في النظر الماء والخضرة والوجه الحسن فاعلم أنه كذاب. وإذا قال فاعلموا أنه كذاب. وإذا قال فاعلموا أنه كذاب. حكموا على مضامين أحاديث واردة بأنها مكذوبة من غير نظر في أساندها, لأن هذه الأحاديث تجهر وتصرخ بنفسها على نفسها بأنها مكذوبة. وحاش حاشية النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا,
لأن نبينا منسوب إلى الحكمة، وآتاه الله الحكمة، وآتاه الله النبوة، فكيف ينطق بغير الحكمة؟ إذن العلماء يقظون حراس الدين، حراس الشريعة، حراس السنة، يقظون، ليسوا نائمين أبدا. أحسن الله إليكم. The brother asked if there has ever been a scholar from Ahlu Sunnah wal Jama'ah who has rejected a hadith based on his subject. The Sheikh Hafizullah said that there has never been a single scholar from Ahlu Sunnah wal Jama'ah who has rejected a hadith or doubted it due to its content. Rather, if a hadith is established as being authentic, every single scholar from the scholars of Ahlu Sunnah wal Jama'ah has accepted this hadith, and they have implemented it, and they have acted upon it, and they have gave their ruling based upon it. And he said that Ahlu Sunnah wal Jama'ah, they are the people who are the most severe in their enmity to the people who take their intellect as that which precedes the ahadith, and they give precedence to the intellect over the ahadith. The Ahlu Sunnah wal Jama'ah are the people who are the staunchest against these kind of people. He said, but they are found that from the scholars of Ahlu Sunnah wal Jama'ah who have ruled that some ahadith are not authentic, or that they are lies upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And they do this by looking at the chain of narration of this ahadith. If there is a narrator of hadith found in this in the chain of narration of this hadith that is known to be a liar upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and some of them have ruled upon some ahadith as being lies upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam without looking at his chain of narration, but this is because of their of the knowledge that Allah has blessed them, and due to their long experience dealing with ahadith, such that the ahadith and the statements of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his way of conveying the truth has mixed with their blood and their flesh. So if they hear anything that opposes this way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his way of conveying the message, they will rule upon this hadith as being fabricated, as being a lie upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he mentioned several ahadith that the ulama of Ahlu Sunnah wal Jama'ah have ruled but of being fabricated without looking at his chain of narration, such as the hadith that in which the fabricator said that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, or supposedly said, that eat al-adas. Al-adas. Kulu al-adas. Huh? Lentil. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, eat lentils because they have been deemed to be blessed by 70 prophets. Lentils have been deemed to be blessed by 70 prophets. He said the Ahlu Sunnah wal Jama'ah, the scholars, they have deemed this hadith to be fabricated without even looking at the chain of narration of this hadith, because this opposes the way and the statements and the speech of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was given al-hikmah, who was given the best of speech by Allah tabaraka wa ta'ala. So he said this, no way that a scholar of Ahlu Sunnah wal Jama'ah has rejected a hadith based upon its content. Rather, they are the staunchest of people against those who reject a hadith based on their intellect. Naam. Naam. إذن السحور هنا إن شاء الله. ها؟ تتنامون هنا؟ مستعدون؟ ولكن نحتاج إلى السحور، نتسحر هنا، نبقى سهرانين، نتسحر ونذهب إلى النوم، نصلي الفجر ونذهب إلى النوم، ما رأيكم؟ توافقون؟ سهيل موافق؟ وسهيل؟ تقريبا أنا مستعد، تقريبا، رغم أنني مسن، رغم أنني كبير في السن، أنتم الشباب. كيف؟ يعملون، ما يصلح أن يذهبوا إلى العمل بدون نوم، سينامون في العمل. يلا إذا نقف ونكمل غدا الإخوة الذين وصلهم الدور في الأسئلة
يمكن تقيد أسماءهم؟ طيب شوف الأخ هذاك حتى يحفظ سؤاله. You can say your question, we'll write it and inshallah ask the Sheikh tomorrow inshallah. One of the challenges that the brothers, for example, will pay their part salat, but they won't pay any sunnahs. And I'm not just saying because we understand the brothers can go home and pray, but I'm just saying within my own circle of friends and family, I'm with them throughout the night and they won't pray the sunnahs. So it's just a reminder, especially with a lot of young brothers here. Jazakumullah khairan. No. Who else had a question? I was going to ask, a lot of us Muslims in the West, Western land, we're kind of afraid of what society is doing around here for our own families, even race families. So I was going to ask for some advice from the Sheikh on what we should do. For the ones who have the financial means to maybe leave, or the ones who don't have the financial means. If you have any needs to leave, where should we go? طيب جزاكم الله خير. طيب